بالنسبه للبيتزا تورك عندنا المقادير ديالها كنحتاجو ليهم 400 غرام ديال الدقيق. كنتمنى نكون ما كنزربش وكتاخذوا معايا الوقت باش تقيدوا الوصفات. 400 غرام ديال الدقيق، عندنا معلقه كبيره ديال الخميره يابسه ولا الخميره معجونه، معلقه صغيره ديال سنيده، 230 غرام ديال الماء دافي. وكنتمنىكم تاخذوا المقادير وتجربوهم بالعبار باش تكونوا راضيين على النتيجه. جوج معالق كبار ديال ياغورت مسوس، وغنحتاجوا كذلك جوج معالق كبار ديال ياغورت مسوس غنعاودوا باش ندهنوا بهم العجين. دونك عندنا في المجموع 4 المعالق ديال ياغورت مسوس، جوج معالق كبار ديال الزبده تكون بحراره المطبخ. بالنسبه للطريقه، كنخلطوا المكونات بحال العجين العاديه، كنتلكوها مزيان تقريبا واحد 4 ديال الدقائق، كنغطيها وكنخليها تخمر. قد ما خمرات العجين قد ما كيجينا مزيان. وكنحضروا الحشوه اللي غادي نعمروا بها هاد البيتزا تورك ديالنا. بالنسبه للحشوه، كنحتاجوا بصله مقطعه رقيقه ولا جوج بصلات مقطعين رقاق، كنحتاجوا لي 4 زيبيس اللي هما الاربع بهارات، كنقدروا نصيبوهم في الدار. كنديروا سكينجبير، القرنفل، القرفه والكوزه، كنطحنوا هذا الشيء وكنعمروا بهم واحد القريعه وكتبقى عندنا، ولا كنشريوهم راه كيتباعوا واجدين. هاد البيتزا تورك كيديروا فيها واحد العطريه اللي هي سميتها السماق، هذا اختياري بالنسبه للناس اللي متوفر عندهم هاد السماق يديروه، وبالنسبه للناس اللي اول مره كيسمعوا السماق وما عارفينوش دونك ما يديروش، ماشي مهم. كنحتاجوا نصف ملعقه ديال البزار، شويه ديال الملح، ثلاثه المعالق كبار ديال الزيت البلديه، معلقه كبيره ديال مطيشات الحك، 250 غرام ديال الكفته بلا عطريه، 150 غرام ديال الفلفله خضراء مقطعه طريفات صغار، جوج معالق حتى لثلاثه المعالق كبار ديال الماء. بالنسبه للطريقه ديال تحضير الحشوه، كنشلطوا البصله وكنعملوها في واحد الاناء، نزيدوا الملحه، البزار، السماق اذا توفر، البهارات الاربعه، كنخلطوا العطريه مع البصله، كنزيدوا الزيت، مطيشه الحك، الكفته، الفلافل، كنخلطوا الكل. من بعد ما العجينه ديالنا خمرات، كنجيو تنخرجوا منها البرد وكنقسموها على 6 ديال الكرات يكونوا متساويين. كل وحده كنطلقها، كندير الدقيق في البلون دو طرافاي ديالي فوق الرخامه ديالي، كنطلق العجين ديالي، كنعطيها واحد الشكل بيضاوي اوفال، كتكون كيكون الطول ديالها 25 سنتيم. كنعمروا الوسط بثلاثه المعالق من الحشوه، وكنجمع دوك الجنيبات بحال اللي غادي نصاوب فلوكه، كنعطيها الشكل ديال الفلوكه. انا كنحط العجين ملي كنطلقها كنحطها فوق اللاطه اللي غادي تدخل الفرن، يعني فوق البابيي سولفيغيزي، وكندير الحشوه فوق اللاطه وكنجمع هذوك الجوانب تنعطيها الشكل ديال الفلوكه، وكنحاول نقاد دوك الجنيبات يجيني داك الفلوكه ديالي تجيني ملمطه. كناخذ داك جوج معالق ديال الياغورت اللي ذكرنا في البدايه ديال الوصفه، وكنخلطهم مع شويه ديال الماء، وكندهنوا الجوانب، وكنجبدوا شويه القناه باش كتعطينا داك الطول. كندخلهم للفرن مده 15 دقيقه، وملي كنجيو نقدموهم كندهنوهم بشويه الزبده، وكناكلوهم سخان وبالصحه والراحه. نم 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 الله يعطيك الصحه والراحه.